معاكم احمد عاشور شيرمان لشركه ارك سولوشنز. احنا لسه بادئين من شهرين دخولنا للدوله هنا المملكه المغربيه، وده طبعا على اساس ان الدوله فيها استقرار. الحاجه الثانيه ان الدوله يعني مقبله على كاس عالم سنه 2030، واحنا بالنسبه لنا يعني كاس العالم هو مش مجرد حدث رياضي للفانز للرياضه، ولكن معنى كده ان المملكه المغربيه هتتحط على خريطه العالم، وهيتحط عليها السبوت لايت، وهيتحط الفوكس من جميع دول العالم للمملكه المغربيه من الناحيه الاقتصاديه، من الناحيه السياسيه، من الناحيه السياحيه. فعشان كده احنا حابين ان احنا نيجي النهارده، وحابين ان احنا نحاول ننقل خبراتنا في مجال الاستدامه الخضراء بالتعاون مع شركائنا الاسبان وشركائنا المغاربه، عشان نقدر ان احنا نحاول نقدم حلول محترمه للحفاظ على الاستدامه الخضراء من اجل استعداد الدوله لكاس العالم 2030. احنا بنعرض منتجات مختلفه بتقنيه النانو تكنولوجي، والمنتجات ديت هي معتمده في قاره اوروبا عن طريق شهادات عديده، والشهادات دي بتاخد حوالي 4 أو 5 سنين من الاستخدام عشان خاطر يتم استخراجها اصلا. والخامات دي احنا بنقدمها بشكل حصري في الشرق الاوسط عن طريق المملكه المغربيه. احنا شايفين ان احنا حابين نبدا الشرق الاوسط عن طريق المملكه، ده نظرا للرؤيه للمملكه الفتره القادمه. الخامات دي بتعبر عن الاستدامه الخضراء، واحنا طبعا عارفين في ناس كتيره ممكن تقول لك انا بشتغل بالاستدامه، انا سستينبل، بس في الحقيقه احنا اللي بنطبقها بشكل حقيقي مش مجرد كلام بيتقال.